أخبار اليوم. انزل وشارك في اللي جاي، قول كلمتك، شيل أي فكرة جوه بالك تحبطك، دلوقتي بلدك محتاجة لك همتك، بإيدك تغير، يلا كمل صورتك. إيه الدفع اللي نزلك من البيت عشان تدي صوتك النهاردة لمصر؟ عشان مصر وحد صالح بينا يعملنا، يعني تبقى مصر مستقرة. انت نازلة النهاردة مخصوص عشان خاطر تدي صوتك للانتخابات؟ عشان واحد صالح برضو ينفعنا في مصر. تقولي لنا النهاردة رأيك في تنظيم الانتخابات؟ لا تمام، يعني كله تمام. شايفة ان في ايجابيات من الشباب وفي شباب كتير جات انتخبت؟ انا شايفة اللي فوق كله كبار صراحة. تقولي ايه للشباب اللي منزلش تنتخب النهاردة؟ لازم ينزل طبعا، امال قاعد يعمل ايه؟ احنا اللي ننزل وهم لا، ما ينفعش. ايه اهم احتياجاتك منه او مطالبك منه؟ ان الناس كلها تعيش. عاوزين ربنا يصلح حال البلد ويشوف الشباب البطاله، يشوف الاسعار، يشوف لنا السكن للشباب، تتجوز، الحاجات الحلوه دي. ايه رايك في الانتخابات؟ كويسه. نزلت النهارده مع ماما عشان تنتخبي مين؟ حب مصر. طيب قولي لي انت ايه اهم مطالب نفسك تحققيها؟ التعليم.